نبقى مشاهدينا مع النجوم العربية، حيث تواصل بقية المحترفين التألق في الدوريات الأوروبية. حيث قاد الجزائري رياض محرز فريقه ليستر إلى الإطاحة بتوتنهام. أما أسود الأطلس على غرار مهدي بن عطية وأمين حارث ونبيل أزهر، فما تزال بدورها تغرد تألقا في كل من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا أيضا. من جانب آخر، يواصل التونسيان بسام صرارفي ووهبي الخزري تقديم مستويات عالية في الدوري الفرنسي مع نيس وريم. نتابع. ذلك سانشيز في جهة اليسرى أو في الجهة اليمنى، مرتدة وصلت إلى رياض محرز، محرز على مشارف في المنطقة، رياض في رحلة استعادة موسم التتويج. الله عليك يا ولد، رياض يسجل إذن وبالقدم اليسرى يضع لوريس بعيدا ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن نهاية أحداث في شوط أول مميز جدا. كرة خطيرة من هنالك بيونيتشو، بابا بابا مهدي بن عطية جول، بيونيتشو ومهدي بن عطية والجول ثالث ليوفنتوس تورينو في هذه اللحظات من عمر المباراة. أيضا مهدي بن عطية يسجل أول أهدافه هذا الموسم وثاني أهدافه في السيري آ مع يوفنتوس تورينو الذي انضم إليه منذ الموسم الماضي. يلعب على طول بريل، هاتوا خد كرة خطيرة خطيرة، تمريرة فرصة، جول 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 لأمين حارس، أمين حارس، خطيرة خطيرة، الله 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 تعال معاي، تعال يا نور الدين يا مرابط، هذا نبيل زهر، هذا جميل زهر، هذا روعة زهر، هذا كل شيء جميل زهر. في الكرة الماضية سجل، في الكرة الماضية ضرب، في الكرة الماضية سيهدي لغانيس نقاط غالية جدا. وجان يتقدم يوزع كرة والهدف الثاني، الهدف الثاني من صرارفي في هذه الآونة. اللاعب التونسي يتفوق ويتألق. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى تشجيعنا بلايك وتعليق المناسب. غير ذلك، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك على قناتكم.